وزير الدفاع الفرنسي حذر من خطر انتقال عناصر من تنظيم داعش إلى مصر عندما يتم طردهم من المناطق اللي بيحتلوها في ليبيا. أضاف الوزير الفرنسي بأنه يتعين على فرنسا وإيطاليا والدول الصديقة أن تضع في الحسبان انتشار الإرهابيين بعد استعادة سرت وبني غازي من أيديهم، وأن ذلك سيتسبب بشكل غير مباشر في مخاطر جديدة لتونس ومصر. مزيد من التفاصيل بينضم لنا على تليفون سيادة النائب حمدي بخيت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي. سيادة النائب برحب بيك. أهلا بحضرتك أستاذ شريف وبالسادة مشاهدي قناة الحياة. كل سنة وحضرتك طيب أولا، وكيف تثمن ما جاء في تصريحات وزير الدفاع الفرنسي؟ وأنت بصحة وسعادة. التصريح منطقي وحرفي وتحليله الاستراتيجي يأتي على الإطار الآتي. ليبيا دولة جوار جغرافي بالنسبة لمصر وعمق استراتيجي غربي، وبالتالي منطق الأشياء أن أي عنصر سيتم الضغط عليه في هذه المناطق سوف ينطلق إلى مناطق حدودية مجاورة، أي أن مصر وليبيا، أي أن مصر وتونس والجزائر، الثلاث دول دول معرضين إلى انتشار عناصر داعش بعد خروجها أو بعد الضغط عليها للخروج من ليبيا. ده واحد. الحاجة الثانية أن التصريح منطقي لتنبيه العالم إلى الدور الذي تلعبه مصر في التصدي للإرهاب على كافة حدودها، علشان ده مصداقية لما نعلنه نحن في أسلوبنا في التعامل مع الإرهاب ومدى المسؤولية العالمية الملقاة على مصر. ده نمرة اتنين. نمرة ثلاثة، ده يرد على كل متشكك بيتكلم عن توجه مصر نحو التسليح المهم جدا وتقوية جيشها في هذا التوقيت وخاصة في المناطق الحدودية. وهنعرف من هذا الاتجاه كيف أن تأمين حدود مصر الذي يصل على الحدود الغربية إلى 1250 كيلو وعلى الحدود الجانبية إلى حوالي 1300، احنا بنتكلم في 2500 كيلو متر تحتاج تأمين ضد هذه العناصر. وعلى فكرة الدخول من ليبيا إلى مصر ليس من الحدود مباشرة، ولكن ممكن أن يتم من خلال الحدود الهشة التي تربط ليبيا بتشاد وبالسودان. إذن الأمور ليست بسيطة بالنسبة لمصر وحجم العدائيات كبير، وهذا التصريح يعتبر من التصريحات الذكية جدا جدا والذي يحتاج إلى تفسير مهم من كل اللي بيعمله في هذا الإطار في الحرب على الإرهاب. تمام، يعني احنا المفترض هنا أن يتم الطلب من هذه الدول ولا يتم التعامل مع الجانب الليبي وتونس بشكل أكثر جدية؟ ده يؤكد رؤية مصر أن الحرب على الإرهاب ليست حرب على مستوى دولة أو إقليم، دي حرب يجب أن تكون عالمية، ويجب أن تكون التنسيقات فيها تنسيقات على البعد الجوار الحدودي أو الجوار الجغرافي، البعد الإقليمي والبعد الدولي أيضا. تبادل المعلومات مهم جدا، تبادل أو تنسيق الإجراءات الأمنية مهم جدا جدا، بناء قوة مشتركة في الخريطة الإقليمية زي مثلا شمال أفريقيا، المجموعة العربية، المجموعة الأفريقية، كل ده بيدعو إلى التعاون الدولي في التصدي إلى للإرهاب. وصلت الصورة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة النائب حمدي بخيت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي.